السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذا الفيديو هذا غادي نشوفو الميثود ديال السويتش، شنو الدور ديالها. المهم غادي نخدمو واحد التمرين ونعرفو، يعني ندخلو جوج فاريابل ونحسبو المجموع ديالهم والطرح ديالهم والقسمة ديالهم والدار ديالهم. نديكلاريو جوج فاريابل A و B، برانزف ذلك بي واحد هنا عن طلب من المستمع اللي يختار واحد لو شوا واحد الاختيار، وباش لا الا كان اختار واحد غادي يحسب لنا المجموع، الا كان جوج غادي يحسب لنا الطرح، الا كان ثلاثة غادي يحسب لنا القسمة، الا كان أربعة غادي يحسب لنا الطرح. طلبوا منه يختار واحد لو شوا. ديال لو شوا هنا نستعملو سويتش. الى خسر واحد يعني كاس نديرو واحد العملية، ندخلو واحد الفاريابل نسميو او، يعني او ايكال ا بلس بي، برانتيف ا بلس بي ايكال سوتي او بوان فيرغول. ممكن نديرو بريك، ضروري من البريك، الا ما درنا شي بريك غادي يقرا لنا المراحل اللي غادي نديرو مر المجموع، ضروري من البريك. اختيار 90 عندنا فيه طرح او Gracias.
الاختيار الثالث هنا فيها القسمة. هيك تقسيم بي هيك ما نديرو شي ان نديرو فلوت يعني عندنا الفصيلة دو اف يعني باش يعطينا جوج ارقام مور الفصيلة بريك وحتى هنا بريك نظرة او افوتي افوتي ايجار نجرب ندخلو غير خمسة تسعة وندخلو لو جو اختارو رقم واحد يعني البلوس ا زائد ب ايكال 14 يعني خمسة زائد تسعة تساوي 14 نتاو فاغيو واحد اخر سبعة سبعة اختاروا ربعة الضرب سبعة في سبعة يعني خاصها تعطينا تسود وربع افوا بي ايكالا تسود وربع تعرضوا نحيدوا هاد بريك شوفوا شنو يوقع سبعة اختاروا رقم جوج يعني الطرح يعني قراها ممكن